يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذنا جميعا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا وأهلينا من الأمراض الفتاكة يا أرحم الراحمين.